تكلمني على اجواء المباراه، قدرتوا تعملوا كام باك وتحسموها لصالحكم؟ اكيد بارك في حضرتك اولا، بس الحمد لله في الاول كانوا الماتش مأزم شويه، وبعديها بدأنا نطلع واحدة واحدة، وكنا مع بعض يعني كنا مع بعض طول الماتش وعمالين نقول هنكسب وبتاع، ما ينفعش ما نكونش مصدقين ان احنا هنكسب. بس ايه بقى ابرز التعليمات اللي الكابتن اداها لكم اكيد عشان تقدروا تعودوا للمباراة مرة اخرى؟ احنا في الاول كمان كان في حد اللي هو تحت الحلقة كان بيمشي معاه كويس، وبعديها قلبنا زون، فكنا كانوا عاملين شوت واحنا نلم ونجري فبنكسب، اللي هو ترانزيشن اوفنس بتاعنا كويس. طب ايه استعداداتكم لمباراه النهارده، خصوصا زي ما قلت ان ما كانش فيه اكيد وقت كبير للاعداد لمباراه النهارده؟ احنا انا ريكفري بس، وعملنا فيديو ميتنج وبعديها بس يعني نمنا بدري وكده ننزل. بشكرك جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا. عايزاك بقى تكلمني على المباراه النهارده، اكيد كان في نديه كبيره، اتحاد السكندري خصم قوي، فعايزه اعرف بقى كل الاجواء عن المباراه. طبعا هو كان ماتش كويس وسكور قريب، في الاول هما كان الماتش مأزم وكانوا درو جيم، بس بعد كده دفعنا وعملنا اللي علينا وجرينا وعلينا بالسكور. اكيد زي ما قلت كان في نديه كبيره، اكيد توجيهات الكوتش كان ليها دور كبير، وبرده اكيد انا شفت بين كل اللعيبه كان في روح كبيره جدا، عايزاك تكلمني عنها اكتر. احنا يعني كان نصنا معاهم في المنتخب وكنا شفناهم قبل كده وعارفينهم كلنا اصحاب وكده، ف كان في صحوبيه بينا في الملعب وروح رياضيه، واللي بيقع بنشيل ونقوم وكده، وسمعنا كلام الكابتن وهو ده اللي خلانا نعلى بالسكور. بشكرك جدا اكيد والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك حضرتك. يعني يا كابتن هيثم اكيد دي كانت لقاءاتنا مع فريق المرتبط بعد فوزهم على فريق الاتحاد السكندري، اكيد هنكون مستمرين معاك وفي تغطيه كمان احداث مباراه فريق الكبار الساعه 8 مساء، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.